السلام عليكم متابعين جورنال اصوات، معكم اسيا داودي. اليوم نقدم لكم واحد الرابور مغربي، ما نطولش عليكم نخليكم تعرفوا عليه اكثر. عرف الجمهور بك. السلام عليكم، مرحبا بيا عندكم. المهم ايوب ريدمان، ايوب الترمون الاكي ديالي. ايوب ريدمان بديت في 2008، ولد مدينه الرباط، 27 سنه، وحاليا في كازا. كيفاش كانت البدايه نتاعك في الراب؟ بداية بدات كأي واحد تقريبا، بدات في المراهقة، يعني كانت عندي تقريبا نقولوا 14-15 عام. حيت أي واحد في المراهقة كتكون عنده واحد المراهقة ولا واحد الموهبة عنده كيبداها في سن المراهقة. أنا ديك الساعة كنت شبتيت الباسكيت مع ولاد الحومة في الرباط اليوسفية، بدينا كنلعبوا الباسكيت أو ميم طو بدينا كنلبسوا اللباس ديال الباسكيت، والباسكيت أوتوماتيكمون كتسمع الباسكيت كتسمع الهيب هوب. كنا كنلبسوا حوايج لارج، يعني حوايج كبار، بعدا مشي يشوفك ديك الوقيته كتلبس ديك الحوايج يبدا يضحك عليك. كان واحد فهمتي بنادم تيستهزأ بيك، ومن ثم بدينا كنسمعوا الامينيم، كنسمعوا شوباك ايكون، صافي بدينا كنحاولوا اننا حتى حنايا نترجموا داك الشيء، نحاولوا حتى حنا نسجلوا، واخا ما كان لا استوديو ولا حتى شي حاجه. ولكن ديك الوقيته ما حاولتش انني نبدا نسجل زعما في استوديو ولا شي حاجه. بديت كنكتب تقريبا حتى 2010 2009 2011 عاد بديت تمشي كنسجل بكاسك عادي، بي سي ديالي كان عندي بي سي بكاسك، شنو بدات تقاتل. حيت كيجيك واحد بحال هكا شي واحد الجو زوين انك تسمع الصوت ديالك، مشيني اول مره كتسمعو كتسجلو عادي بكاسك كتفرح، واخا هو راه كانت الكاليتي لها علاقه، ولكن واحد المجهود درتي صافي. من بعد ولينا كنحاولو نديفلوبي داكشي، تلاقيت مع واحد الدري وضربات هو بي ام تو، يعني ما بين 2011 خدمنا عام. ديك الساعه كان ماتيريال كان زوين، يعني حاولنا ناخذ ماتيريال مزيان، كارت الصون خدينا، المايكرو خدينا، فهمتي بي سي زوين. ولينا كنسجلوا كنحاولوا ديك الساعه بدينا كنحطوا موسيقى في يوتيوب، حطينا تقريبا شي جوج ديال لي ديسك انا وياه في 2012. بقى اقبال، واخا ما كانش نسبه المشاهد ديك الساعه، ما كان لا طوندونس لا شي حاجه، كانوا بنادم ما كيضرب لا مليون ولا والو. صافي بدينا تنخدموا عادي انا وياه. صافي انا اضطريت انني نبقى في كارير ديالي صولو، حبس تقريبا عام 2013 خدمت الديسك ديالي صولو الحشو. لقيت بنادم كيقول لي انشرف فهمتي راه عندك موهبه خصك ضروري هذا الشيء تكمل فيه. بقيت قريت كنديفلوبي راسي في موسيقى حتى 2015 خدمت واحد الديسك اللي عرف اقبال بزاف، كان ضرب 75000 مشاهده في 2015 في جوج سيمانات مع مستر لارتيس حتى هو ضربات. هذاك التراك كان داز في لي راديو كبار، داز في لي باج ديال الراب تقريبا كلشي سمعوا. تما في ديك الوقيته انه في 2015 بسبب ديك الديسك بسبب ديك الكليب اللي تخدم في ديك النيفو في ديك الوقيته ما كانش كتخدم شي نيفو زوين في 2015. حنا حاولنا نخدموا بروفيسيونيل. تما فين تلاقيت بحليوه زاوا سيشي قال لي علاش لا باش انك تجي، مرحبا بك في زاوات، جي عندنا 2015. من تما وليت شي طلعت عنده في كازا، ولا فهمتي وليت معاه في زاوا. كان لونتوراج كان ديك الساعه ما كان حتى شي واحد، كان زاوا كان حليوه والويند وانا وياه صافي. يعني فهمتي ديك الساعه بديت كنخدم الموسيقى ديالي في زاوا، كنديفلوبي راسي لانسبيراسيون، وفهمتي الفضاء الكبير ترجع ليه، ترجع الحليوه والويند هما اللي فهمتي عطاوني فرصه انني بزاف ديال الناس يعرفوني بسبب زاوا سيتي. يعني من 2015 حتى 2018 تقريبا نقولوا 3 سنين و 4 سنين بسبب ديال الناس بزاف يعرفوني، عرفاني بحليوه وعرفوني بزاوا سيتي. هادشي ماشي مؤخرا حطيتي جوج تراكات اللي لقاو اقبال من الجمهور اللي كانوا دو فيتشرينغ، عارف منين كبر في الساحل الفنيه، تقدر تعاودنا على هاد التجربه؟ التجربه حيت انايا ما بين 2018 حتى 2020 ما خرجتش حتى شي حاجه، اضطريت انني كاع نحبس الكارير ديالي لظروف شخصيه. فهمتي كان عندي واحد الخدمه، انا ما قدرتش انني نخدم في الموسيقى بزاف، دونك فاش انني حبس. يعني عندك خدمه اباغ؟ فوالا عندي خدمه في السيكتور بريفي، يعني بيرسونيل ديالي. دونك هي اللي خلاتني انني السبب ما نخدمش موسيقى بزاف، يعني ما نعطيش الوقت كامل كيمشي لديك الخدمه، راك عارف الانسان ما فهمش خصو يرجع حسن. دونك انني في 2018 2020 صافي ديك الساعه خرجت من زاوا سيتي، ولكن باقا العلاقه مع حليوه باقا مع الدري كامل. مشي 2020 تلاقيت بمحمد ايكامان، هو السبب حتى انا كنت غنحبس صافي، ما كاينش الوقت، هادشي خاصو الوقت خاصو صافي. ايكامان طلع قال لي لا خاصك تخدم مع كليباش، انا نصور ليك، انا نخدم معاك صافي، غير خدم وهادي صافي. هو اللي شاف لي نيت هاد، فهمتي هو اللي غيصور ليا. ودريزي اللي درش مع الفيتشرينغ هذا كنت نعرفو، هي ما تزوجتيش، حيت زيد دريزي كنعرفو دابا من مده 6 سنين،
يعني بحال خويا يعني الوحيد لانني فاش رجعت الموسيقى هو فهمتي هو اللي مدلي يدو الاول مشيني انه فاش قلت ليه فيتشرينغ ما رداش ليا فوجي يعني خدم معايا وشكرا كنشكرو بزاف يعني هذا هو التراك اللي مع دريزي لقى اقبال مشينا نحتو بنادم عجبو ديك الساعه صورناه قبل الكونفينمون ولحنا في شهر الصيعنا في وقيشة ديال الكورونا ولقى اقبال كبير ودريزي راه معروف راه ضرب تقريبا تكون عنده شي 50 مليون مليون ديال ليفي كامله في يوتيوب انا راه ضرب معاه فيش انترناسيونال وناسيونال يعني مش واحد تبارك الله وكاين فيت الاخر فيت الاخر جا مع تيفلو تيفلو رابور مغربي انترناسيونال راه تيعرفوا راه عنده 2 مليون ابوني فلاشين يعني فهمتي عنده بزاف ديال ليفي حتى هو تبارك الله عليه فهمتي باش بروبوزيت عليه الفيتشرينغ يعني مورا دريزي ديجا انا كنت في موسيقى كنت كنخدم مع الدراري ديال فاش شحال هادي كنت كنمشي دي بلاص عندهم نخدم معهم موسيقى داز واحد فينينغ طارق شاول ود الناس قال لي مرحبا خدمنا موسيقى سجلنا تراك سجل هو فاس انا سجلت في كازا سجلت في سلا تما فين سجلت وصافي وميكس علينا وليد بن سعيد بيغابلي صافي هو ايغامان هو اللي صور لنا الكليب ولقى اقبال كبير نمشي التيفلو راه ما كاينش اللي يعرفو دابا هو اخر كليب دابا اللي لحقت فلاشين ديال يعني تبارطاجا مزيان مع الناس وما كاينش يعني قليل نسبه قليل اللي كيقول شي حاجه خايبه على الديسك يعني بلاد ما عجبو التراك بزاف واخا يقدر ما نهضرنا على الجديد نتاعو الجديد كاين فيتشرينغ اخر مع رابور مغربي معروف نمشي لي كتا هو المليون ديال تقولوا لا تخليها سوربريز من الاحسن نخليه ماشي يلاه يلاه كنخدموا هذا البروجي هذا ومورا هذا الكليب فاش غيطلع هذا الكليب غيطلع مورا اوبي غيكونوا فيها شي 6 ديال التراكات سولو يعني ديك الساعه نبدا نخدم لي سولو ديالي دابا بديت بكونسيبت ديال الفيتشرين واخا شنو هما لي فيتشرين اللي تقدر ديرهم هنا القدام يعني مغاربه ولا اللي تقدر ديرهم من القدام سواء مغاربه سواء اللي باغي انا مكتوب لي فيتشرين زعما في المغرب نخدمهم مع صحابي دابا اللي الناس اللي قراب ليا اللي كنعرفهم مزيان بحال الحليوه بحال الجوكر سبعاتو هادو هما فهمتي الناس اللي قراب ليا سامخش واحد السؤال سميني لنا 5 تاع الروابا اللي تبغي انت دير معاهم فيتشرينغ انترناسيونال ولا سمسوجي من اللي بغيتي من 5 ديال الروابا يكونوا معروفين بيان سور كاين نيسكا رابور كاين حليوه هذا صاحبي دونك ضروري تكون شي حاجه بيناتنا كاين سميتو جوكر تا هو وسمعاش و سوركينغ هذو هما اللي سوركينغ واخا سميني لنا 5 نتاع الروابا اللي ما تبغيش دير معاهم فيتشر اللي ما نبغيش ما نقولش لك 5 ومجوج اللي انا فهمتيني حيت في الدومين ما فهمتي ما عجبونيش من البدايه ديالو مشى دابا عطيك تقريبا حتى لا عطيك بيغو مسلم هادو هما اللي ما تقدرش ندير معاهم في تشيرينغ واخا ما شنو من غيرهم ماشي شي وحده اللي ما قرابش للستيل ديالي يعني السيل ديالي انا شويه كان مواضيع اجتماعيه سونتيمونطال داكشي يعني ما كان كلاشيش ما كانفهمش يعني داكشي مواضيع اللي في الدوم اللي في السيل ديالي اما شي واحد ماشي السيل ديالي راه ماشي بك واخا ايوب شنو العلاقه نتاعك مع زاوا وكيفاش بدات العلاقه نتاعك بزاوا زاوا بدات قلت لك في 2015 ديك الساعه الله لحقت ديك الكليب مع مستر لاشيس كان حليوه كنجل عند كي جي برو الشيله فهمتي السلا كان ديك الساعه كيتصور كليب ديال نيك دي تي شنو موسيقى الشيطان كان ديك الساعه 2015 صافي الرجال ديك الساعه حليوه كان كيسمع هذاك الديسك ديال راه تلاح كيسمعوا ديما عند في الاستوديو كيسمع عند كي جي برو صافي قال لي زعما قال لي مرحبا بك اش عندنا فهمتي الزاوه هذه مرحبا صافي انا تما بديت ديك الساعه الزاوه ما كان فيها حتى شي كان الويند وحليوه بجوج الناس اللي كانوا في زاوه كان حتى شي واحد صافي تما بديت كنخدم معاهم موسيقى شفت يعني الانسبيراسيون يعني بحال حيت زاوه راه مدرسه ديال الراب المغربي يعني اي واحد واصل دابا لانترناسيونال هو مغربي راه داز من زاوه سيتي واخا فهمتيني واخا لساعه ولا هذو ولكن راه فهمتي زاوه بالنسبه ليا حتى من البدايات نتاعها انا من البدايات ديال زاوه ديك الساعه باقي ما كاين حتى شي واحد ما
ما كاينش توابا دابا اللي شي ضربون منين باقي ما جاوش للزاو ما كنفهمش يعني ديك الساعه كان الويند وكان حيت الويند هو كل شيء هو اللي حط الكونسيبت ديال زاو عند حنا عند حليو هادشي اللي كاين سامخ غادي نعطيك شي تصاور ديال واحد روابا مغاربه وكل وحده تعطيني كلمه في حقه مرحبا الا قلت لك البنج 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 موسيقى اللي شي ديال زوينه البنج باش كيعجبني شي شي ديفلوبي راسو تراك بتراك ولكن من الاحسن ليه هو يبدا يغني ما يفهمش ما يهضرش بيرسونيل انا هذا هو الراي ديالي ملي قلت لك مورو 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 عنده واحد الجمهور ديالو بوحدو مشينا انا كيجيني المورو هو الوحيد اللي باقي في كازا كيكتب كتابه ديال الزنقه يعني عنده موسيقى ديالو زوينه الله يسهل يعني حتى هو عنده جمهور ديالو اي واحد كي عنده واحد النسبه ديال الناس كيتابعوه بزاف وكي كي كي ضرب لي في وكي ماشي عنده بيبليك ديالو راه كيدير شي حاجه زوينه الله يسهل عليهم يوسف 45 يوسف 45 موسيقى كان شي يدير شحال هذه موسيقى زوينه هو صاحبي فهمتي خدمش معاه جوج ديال التياسك واحد في 2012 قبل ما يتيق فيه بنادم قبل ما يعرفوه الناس واحد سجلنا في 2018 لقاء اقبال كبير وني فهمتي بيرسونيلمون يعني ما فهمتي كيجيني ماش حوايج خاصهم يتكادوا فيه بيرسونيلمون موسيقى حتى موسيقى ما كيخدمش بروفيسيونيل كما كان شحال هذا خاص يبدا يخدم بروفيسيونيل هادشي اللي كاين وإلا قلت لك حليوه اللي هو الصديق نتاعك حليوه اش نقول لك حيت كاين دابا انا عاشرت جوج عاشرت حليوه وعاشرت ايهاب مشينا ايهاب الله يعمرها دار فهمتي ولد عائله ما فهمتي حيت انا تقريبا الوحيد اللي فهمتي اللي ما خيابيتش معاه وما عمرين خياب مع هذاك السيد حتى دار فيها الخير وحتى انا درت معاه بزاف ديال الجيس زوينين مشينا هذيك ديك الوقيته كنا كنتبعوه فهمتي كنحاولوا هو اللي يبان في الصوره الاول فهمتي يعني هذاك وحليوه كيبقى فهمتي كيبقى يعني عطى لواحد الجينيراسيون يعني ما عمرها دارت في الفراط المغربي من هربته يعني هو فهمتي بسببه انه طلع شحال من دراري وانا براسي شحال من واحد ما كانش يعرفني عرفني بسبب حليوه وتقريبا انا الوحيد اللي ما عمرني اللي ما كلاشيتش حليوه من غير فهمتي كلشي كاع الدراري دازوا زاوه ولا الدراري كي نوتوراج ديال حليوه كلاشاو الا حيت عرفتي علاش حيت كيمكروا الخير حيت هو دار معاهم بزاف ديال المزيان سواء في كتابه عاونهم سواء مونطاليهم سواء بارطاجاهم سيبورطاهم وبنادم كينكر الخير دونك ما خصكش تنكر الخير الانسان بدا معاك من الاول وبينك خاصك تبقى معاه ديما مزيان فهمتي واحد البلان اللي ما كانش ما عجبنيش هو في طوطوله واحد الفيلم مشينا ما سبقوش نخليو هذاك سبعه خليها من سامارش داك لك تيفلو تيفلو كي عزيز عليه الموسيقى وبالضبط عز عليه الراب مشينا وكيخدم زوين وكل ديس كي ديفلوب كيعجبني طريق شي يخدم مشينا كي ديفلوب راسو براسو كلها الله يسهل عليه شنو الا قلت لك دريزي دريزي راه تقريبا راه كيكتب هو شحال من رابور دابا كيضربوا ملايين في التلوجي معروف هو اللي تيكتب لهم حيت الطريقه اللي كتب عنده زوين شي يخدم زوين شي فهمتي عنده موسيقى واعره وهو هو مره كيتعطل مشينا ولكن فاش كيجي كيخدم كيلوح مزيكا كتلقى اقبال السيد واعر صراحه الله يسهل عليه سبعاتون بيرسونيلمون انا فهمتي عرفتو بيرسونيلمون الله يعمرها دار مشينا نادب ولد الناس الموسيقى اللي شي يدير كتعجب واحد كاتيجوري كبيره ديال الناس والله يسهل عليه هذا الشغل ايلي شنو عارفه فاش كانت عندها 600 ابوني ديك الساعه كانت عندها كتسميتها الهام العرباوي في الانستغرام عندها غير 600 ابون كان ديك الساعه جات لزاوا كفان ديال حليوه يعني فهمتي جات كفان ديال حليوه وفان ديال الراب صافي دابا راه بانت ليا فهمتي تهرات عرفات واخا بنادم تيتشهر فهمتي مابقاش كنتلاقاو مرات فهمتي واخا بنادم تيتشهر مكيبقاش تيحاول يقلب وجهو تيحاول شحال من كيبقاش صباغتو فوالا فهمتي كيتبدلوا عليه شحال كيتزادوا عليه شحال من حوايج كيتبدل واخا انا راه عرفتك من النهار الاول يعني ما كيعرفك حتى شي واحد واش نقولك الله يسهل عليها شي جوكر مالك الافلام القصيره شي خدم فهمتي عنده فهمتي عنده واحد السيل ديالو في الموسيقى زوين عنده تقريبا الناس كيتبعوه فهمتي حتى هو صاحبي كوتي ميوزيك بحالو بحال كوتي بيرسونيل تقريبا كيما كيخدم موسيقى زوينه بيرسونيل هو زوين عمرها هذا الشيء سامخ
شايفين شايفين كون بقاو كون بقاو جروب انا بالنسبه ليا احسن من احسن من الصوت غيعطيو اكثر كانوا يعطيو اكثر حيت كانوا غاديين بواحد الانرجي واعره ولكن هذا هو المشكل تيكون بنادم تيبان بواحد واحد الكونسيبت ولا بواحد الكاتيجوري تيبان بها من بعد كيتشارو كي صافي كيقلبوا داك الشيء كيقلب السير ولا كيقلب شي حاجه صافي كيهرب ليه الميزان ديالو. عبد الغفور عبد الغفور سمعتو كان في ديسك واحد مع ايلي دار زوين الموسيقى ما كنعرفو زعما بينو بلا شحال سمعتو تراك واحد دايز لارتيست كنت تلاقيت معاه شي ثلاثه المرات ومع جوج كان جا الزاوه في 2016 كان ديك الساعه كان الديسك اللي مع حليو الله يعمر راه دار فهمتي جا جلس معانا يعني متواضع بزاف ريح معانا فهمتي في السطح فهمتي لارتيست ديك الساعه لارتيست 2016 راه كان في المغرب راه ماشي قليل اللي كيتمسكوا ليه ما كيعرفوش ولكن هو معروف اوروبي جا جلس معانا في السطح بزاوه عادي فهمتي الله يعمر راه تلاقينا عاوتاني في الشو ديالو كان طلع مشينا معاه للشو ديال السيرسات في هراورة ودري واش يعني والموسيقى ديالو زوينه ان شاء الله يسهل. حاري ولد مدينتي ولد الرباط كان معنا حتى هو بزاوه قال شي دوزنا معاه شي حوايج زوينين شي حوايج خايبين ومؤخرا كيدير باش كيعجبني ما كيخرجش شي حوايج ما كتعرفش عليه شي حوايج بيرسونيل يعني البيبليك ما انا راه كنعرف يعني بنادم ما كيعرفش عليه شحال كيبقى ديما مخبي ولكن تيخرج موسيقى زوينه شي كاين. فين قلت لك البيك البيك انا عند الله ما عنديش مع داك السيد ما واخا ما فهمتش طلع مع عمري تلاقيت معاه ولا شي حاجه كان انا يوم الكوطه ديالي ما كيجيني ما هضرتش باسل فوالا هادشي اللي مسلم كان مسلم دابا ولا كافر ما بقاش مسلم هادشي اللي واخا الدائر ايوب دري وتسلا كيخدم تبارك الله عليه الله يسهل عليه واخا شنو بان لك في الجينيراسيون القديمه والجديده الجينيراسيون القديمه دابا كانت شحال هادي كان ديجا الدراري دو على هادشي كان الجينيراسيون القديمه شي بحال قلتي مسلم صافي راك تعرف مسلم واخا هو راه معاه قشله راه معاه بزاف ديال الناس ولكن ما تيبينهمش ماشي بحال الشيء اللي طرا في 2017 يعني كان مو ارتيست واحد اللي واحد اللي هو بين شحال واحد مسلم كان عنده انه يبين ما كيبينش دراري كيبان مسلم بوحدو بيك كذلك كانوا معاه ناس تحت منه ما كيبينش كيبان بوحدو دونك هاد الجينيراسيون فهمتيني وصلت لشي حوايج لانترناسيونال ما كانش شحال هادي ما كانوش رواب شحال هادي كانوا كيضربوا لي فيتشيرين انترناسيونال ما كانوش كيضربوا لي كونطرات زعما كبار فلوس صحيحه ما كانش شنو داك الشيء القديم كان بحال بنادم تيعرفها بيك ومسلم صافي بيغ موسلي واخا هما راه كاين بزاف ديال لي زارتيس لا بيغ موسلي ولا خصك تبين الناس اللي معاك راه هما خصك تبينهم حتى هما يبانوا هاد الجينيراسيون ولا كيبان واحد كيضرب فيتشيرينغ مع واحد كيزيد كيجي عاوتاني واحد اخر كيضرب فيتشيرينغ مع الاخر والاخر كيبين وهي غاده يعني باش سيرتو دابا ولاو لي زارتيس تروا باك بار بزاف وبزاف ولاو ديال رواب يعني هاد الجينيراسيون ديفلوبات بزاف الراب وراب مغربي وصل امريكان وصل لوروب وصل لاسيا وصل معتشين كندخل للستاتيستيك كنلقى بنادم معتشين هنا دوله في اسيا في امريكا تيدخل واخا يطلع لك جوج ديال ليفي معتش بواحد القاره ما كايناش ما داغاش قرب بنادم كي فهمت هادشي ما كانش شحال هادي يعني كاين فرق يعني جينيراسيون دارش بزاف راه المغرب نقدر نعرف ليكيب نتاعك ريدمان ليكيب ديالي كاين هو تقريبا انا كنكتب راسي مشينا كنحاول نقلب على الانستريات ولا هذا الراسي الموضوع الراسي يعني ما كنقلش حيت كاين ماشي خصك كاين شي وحده نقول لك لا انا شنخدم الراس ولكن في الكليب مثلا ولا في يعني في التورناج ولا في لي زيدي ديال الكليب ولا هذا معايا ثلاثه الناس معايا عويده معايا النبيغه معايا النيترو مشينا هذوما اللي هادو اللي في جنبي زعما اللي كنحاول انا نخدموا هنيك هادو هما التيم ديالي هادو ولاد مدينتك هادو ولاد كازا وا سماش شنو بان لك في الفيلم اللي خرج طوطو في راس العام الفيلم اللي خرج طوطو هو فهمتي بنادم بحال قلت لي انا جاني فهمتي كضحك على البوبليك واخا هو صاحبي ودوزت معاه في زاوه ما عرفتش شحال فهمتي انا ما كنافقش فهمتيني
انه فيلم انك بنادم كيتسنى بنادم قام بنادم كيتسنى 4 الصباح 3 الصباح الالبوم غيتلاه في الاخر اللي يحلو فيلم. وانا شوف ماشي مشكله تلوح فيلم داك كيتسمى الماركوشين مثلا، انا اللي بقى فيا الحال هو حليوه علاش ما ذكرتيش شمه في الانترفيو، وهو هو اول واحد بينك في الدومين، لانك ما كانش حليوه ما يكونش طوطو. باش حيت شحال حيت بنادم في هذه الجينيراسيون دابا 2021 هادو اللي طالعين كيتصنتوا راه ما عارفينش داك الشيء اللي طرا في 2016 2017 كيشوفوا هاد الارتيست مثلا عنده لي فيو هذا مشهور تما تيعرفوش منين جا. لا راه فلا اللي بين كان هاد العيبه اللي ما عجبتنيش، واخا غير 5 ثواني ولا دقيقه فين فيه 50 دقيقه ولا ساعه وما بينتيش فيه. واخا حاجه وحده قلتي لي ان هاد فلان راه عاونني ودار لي ما بلاش، هذا هو البلان اللي ما عجبنيش انا. والله يسهل عليه راه كيدير موسيقى زوينه وعنده بيبليك ديالها. شي اللي كاين سامح تقدر تخلي لنا ميساج الضيف اللي تبغي يكون في الحلقات الجايه ان شاء الله؟ الضيف خليه للجوكر، جوكر صديق ديالي ماشي صاحبي مزيان ومغني معروف ومشهور ومن نقول ليه ما ميساج نقول ليه خليك في هذا السير هذا اللي غادي فيه دابا ديال لي كور ميتراج وهذا الشيء، يعني هذا هو السير هو اللي لقى اقبال كبير مع الناس، يعني خليه في هذا السير هذا وكيدير موسيقى زوينه والله يسهل عليك. شكرا هذا الشيء اللي كاين. شكرا بزاف على الادمان. مرحبا مرحبا قبول الدعوه. شكرا مرحبا عليك بليزير. شكرا بزاف.